السلام عليكم صباح وراكسنا صاحبي هل وحان جوغنا مغالدة نيروبي ساكا وحان صعودنا مال سبيشلة وعربنا هنا برامج هذه اللوة داقنا وعن ذلك قيب سنو على ركتان دو الله وودي لو قلادو وكل بك مهر دعينا لكن ما يشبر كانت تقنو ذيكا اندي نكو عرك دونا دو الله وودي لو قلادو ساكا وحان صعودنا هذي وعرك دونا ما شو صعودنا هذا جيكدي هذا هو لباح وقتها وحاول هلني اللي أبوا بعض بيجي كرو أنا واي لباح منه كل شيء رجع ساسة على الصعلاه الله ماشي ماشي بابا الله كل كين هاد مو مفوق كور وحير أسوس عني هاد هو سوق اللي ماشي جوده كان جونا لكن الله صعلا إنترنت سكتي لي صدق محل ود الجي كل قاعد ود واحد يجي أمره سحب قاعد ليش بقى لو تيارة ما بيا ماشي من الوقت عرفت غير الله يمسك حلقة راح القف استوعب ماشي اللي باح ولا يقف كور مويه قاعد هل قف أكو فلان أنت ماشي صعدت ولا أنا أدي محمد من بعده وأصل أنا أوكي ماشي عم كسوق لك كرالا كيني يا أنا كنت ليه خبر وأنا كسر معاي هذه لا تزوج اللي معه كفيل عليك أنا أري ويا بالك ولي إيفان ناي مكت لا كرر حرب إيفان عذق قوي يو اللي بح أنت صوص حنا يمارك مي هذه والله أنت بس لكن أسكر هاي قارقة أنت صوف دي سنة أي سدير ها بس اللي بح معها اللي بح مزفول مع صوف ولا شبيلك ماشي راك تصفي عن هذا هذا ها حق بش هذا الماسوري ماشي قاري وحكيك فعلا باش قرصا انت اسكو دغالي سينكو اسكو والله احمد كوكب احمد الضمان واه لو قايس بلي كرتا انت قلت انت اللي بيحمل كجرا اخي وما يكون حرام كوكب خبره شكلها تركا ويل ملاركا ويل يلا ويل عادل عادل ويل سيد قشنا بهذا ويش وتاها كم صورة تجلس كتير أنت قلت ها وتاوى تاوى ويل ويل جير وعاوى يمد بيها كوجا تابيا ويل وكب هذا لكن ويل ويمد الله ذويك ها يمد الله ذويك وين ها ويش مكوا ورغضاني ما والله ما يدي ورغضاني يدي ورغضاني والله عنا مع ويش عن هذا ها ما مزرعة شيء اسمه تقاليد ها مزرعة شيء اسمه حكين تقيم هذا والله مزرعة شيء اسمه قريش مزرعة شيء اسمه ويل نيلي يلا ده نيلي جور راح مغلى نيلي بحر ده نجوا يودا مركب نيك هذا نيا بينا دكان يودا هاي حبتها نتموي يبيع حرش ملجي فور أركا ننحو ذمي يحيى الدرون دي أركا أركا نقال لي قرر ها حلفكم على خليه يبايا قرر بات بات هو بس كيف يبايا نوكا ما يروح حاسو يا دي you want to see my ID he's a Kenyan ule do you have your ID he's a Kenyan أنا عندي نوتة نيني أنا سوستا كمان سوبر 635 حالا شو دیره و کار کیو دلش شدی لعنت لسک ربع مرکز داد که انکیان که هن لعنت و خوکال و خبطن تای داد کل و عادی هنای اد خود ربع ای بس هم داد تا گل نهایتای نشلو حلوای کی گلی نه
لبحيل هاد واحد كده من لبحيل على كل منا أمفهم لبحيل على كل منا لبحيل على كل منا رحلة ما عيد النحمر دوم يدور اللي على كل فواي لبحيل كل ما قاعد تقول عزوري في الدنيا ورمي الدنيا هاي تقول قريب لبحيل كارين نلبحين جوني فقنا فاركس ولا سوق برايا ما يمل لي سوق برايا زوجك اللي على كوبا لك فيري جوريت ان هرجيز انت شو سفرنا من هو كان سو مرني لا سعانو بنين كيدان هبين ان وحن سيحنا ودودنا وكابين كو حي وحا ليرا لكن كاس لي وحما هين هو ها بال كان محل دا يشك ورابها ايو درو ايو الله يسكمل ايو دو ام مخلي عرفت هان صبح يا ورك عادي ورك ها واحد تاس يا يا ديس ماي سيلف ام زكريا كماو او زاك سو وي ار ناو ان نيروبي ناشونال بارك نيروبي ناشونال بارك واز استابليشد ان 1946 ذيس از واي باك بيفور وي جين our independence, because as we gain our independence in 1963, so all the animals that you'll see here, no animal was brought here apart from the rhinos, because the rhinos, this is a safe haven for them. This is due to poaching. So if you're lucky enough, we'll spot the big four out of the big five. Can someone name for me the big five? Okay. We start with the cat family. We have the lion and the leopard. Okay. Then we have the rhino, the African Cape buffalo, and what we call the elephant. Here we don't have the elephant for the obvious reason. This place is quite small, where it cannot hold an elephant because elephants will always require a huge place where they can roam freely. For that reason, you find that if we had elephants in here, we would have what we call human wildlife conflict. Actually, Nairobi National Park is the only park in the whole world which is within a city. You can imagine you're just a few, actually 3 kilometers from the city to here. So you'll find that most of the animals that are in here are herbivorous, so they eat the vegetation. So an elephant, if it would be here, it would bring troubles because, again, an elephant would take approximately 150 kg of grass in a day. Very big. 100. Thank you, brother. So if you have any question, don't hesitate. You ask. Appreciate it. Thank you. Welcome, welcome. Hey. baad waxa la yiri waxa ku nool xayawaanka badan laakiin waxa la yiri meesha lagu mahayn karo ee maroodiga sababtu maroodigu waxa la yiri wuxuu baahan yahay maalintii uu xoro 150 kilo wax ka badan oo cagaar ah marka dadka aanu u baabiin laha waxa kale oo ka dhalan laha la yiri isku dhacaan dadka iyo xayawaanka baagar aan joogno kama fogaa magaalada Nairobi ee waa Nairobi National Park daba ayan low wa soo galnay meshii oo libaax aan ka arkayne ah ciyaarta haddu waa bilow ma fahmin bolniki kor looga soo dhaca aragno dooray oo ashan ta ku dhigtay saaxanka taa geet wisis hada libaax aan hada libaax aan dhawr waas ki maanis war war waas ki kale geedii sida libaax ah meshii halka bin mudayn aan Thank you.
ولي متوسنا وما لنا صعب. روحه تلصق عنه. أنت بقى. لابد ولي متوسنا. واحد من عارفنا. إيه. هنا ما. ده أفكو سيوك الله. برقلي بح برقلي بح واسح ده اللي بحيد له. برقلي وجهه. أفكو سيوك الله إذا ما رجع طبعا سؤال نوع لا ما أنت ما مولك هو إيتها وين أو يعني إن ليش هذا يعني كسر فرد واعي يا ولي مارك أبو مارك طب جوهري دون جوهري 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 لا 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 يا So, yeah. Ah, we move. Okay. Bye. Okay, no worries. We can go. Go. Yeah. Okay, can go. دبا على اللي ما حكم شيء عنه. اللي ما حد دبا عدس وحكم إذا مركوب بهذا الله وحوله. لكن بناء عندك أي قدر يكسر وحوله. ساس كل دوين. اللي ما ح وقارسنا مركوب بهذا بس. مركوب فرق لو كتجع. مفاد. ده سؤال اللي ما حويا بقر حكيت فيه. حكومي بس أنت كل شيء عمر. شيكا كوهايا لبا حسيدي سوو اولول يا رحرحن وحلاي شان 15 يصدن اولول شيسو ميل حدو يمادو اما وا 15 لبا ام صدنا كنول لبا رحنتنا وحا جانغو عنتو مش وابيا بي انا سحوك هلاي صدنا هدي جيران ميا انت خبل دلا ميا وي كلتغا
أي يا صديق Guys, we have three types of zebras. Can you hear me? Yeah, very well. The one that you're seeing here, it's known as the common or plain zebra. Then we have another one known as the gravis zebra. The third one is known as the mountain, but not around in Kenya. It can only be found in South Africa and Namibia. So the difference between the two, you see the head of this zebra? Yes. It resembles more of a horse. You see the black stripes? Yes. For the common, for this one, which is now the common, they are usually thick. Resembles more of a donkey. Yeah, it's only the head that resembles a horse. But sir, your bank is not